عملت الدول اللي بتعادي هذا الوطن العظيم. مصر هي بتجدي بصينا العلمه دي بالعلمه دي على السيسي ووفد اليمين. كلمة أخيرة، أنا عايز أحيي الجندي المجهول لهذه الحملة، في جندي مجهول. أنا النهارده عاوز أكون معلوم. امرأة حديدية قوية. هي امرأة ولكنها فيها كل جمال وخصال المرأة الوطنية الجميلة. أنا أحيي السيدة الفاضلة مها حافظ. هي صاحبة هذا الإبداع، وهي اللي كانت بتطبع الاستمارات وبتجري وراها، وهي اللي بعتت لي 5000 استمارة مضيتهم في كنيستي ونزلت عاوز أكمل، نزلت في شارع عباس العقاد، تخيلوا قسيس يقف في شارع عباس العقاد عشان يمضي الناس. يعني ده ما أنا بيني وبينك بتقول لي كنت تنشأ واحدة. وبعدين ما اتفقتش بالعقاد، روحنا الحسين. كان معايا اخويا الشيخ علوي. الشيخ علوي ده حكاية. الله يبارك له. وقعدنا، المهم الخمس تلاف خلصناهم انا واخويا. فانا واقف في عباس العقاد. فالناس بتبص قسيس والعلبة سودة والكلابية سودة. هو واقف في وسط الشارع بيمضي الناس، ايه ده مش خايف على نفسه؟ صدقوني وان كنا على القائمه لا نخاف، لاننا محفوظين بيد القدير الذي يحمل كل الاشياء بكلمه قدرته. لتحيا مصر. هي مفيش ابداع اكتر من كده. هو ده مجهود أبناء مصر، هو وطن واحد، ليس هناك فرقة بين أبناء هذا الوطن مهما تدخل.